شارف تطويب البطريرك الطوباوي إصطفان الدويهي الإهدني من الصرح البطريركي، هذا الصرح الماروني، مع صاحب الغبطة غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مربشارة بطرس الراعي. شكرا لكم سيدنا على استقبالكم لنا جميعا اليوم لإزاحة الستار عن تمثال البطريرك الطوباوي إصطفان الدويهي داخل هذا الصرح العريق، لحتى يجسد معالم جديدة، معالم ترجع تذكرنا إلى زمن الجذور المارونية التاريخية. نحن وياكم اليوم بدي اسمحوا لي أشكر مؤسسة البطريرك الدويهي على رأس سيادة المطران جوزيف النفاع، وأيضا نشكر سعادة القنصل جوزيف الرعيدي من مؤسسة البطريرك الدويهي، وأيضا حضرة المونسنيور إصطفان الدويهي وكل عضو في مؤسسة البطريرك الدويهي. على خطى البطريرك الدويهي مشيوا الدرب بحلاوتها ومرارتها، انطبع بوجدان فكر وروحانية وعمق جوهر حياة البطريرك إصطفان الدويهي الإهدني، منارة علم وقداسة. المشوار بلش مع مؤسسة البطريرك الدويهي مشكورة طبعا، ولقب الإهدني هو الأحب على أبناء زغرتا إهدن، فكيف على قلب جوزيف وسوزي الحلبي المغتربين إلى أمريكا من أكثر من 40 سنة. حتى اليوم لبنان وخاصة إهدن بقلبهم، وأيقونة البطريرك الدويهي هي منارة بحياتهم وعائلتهم ومسار درب وحياة لأولادهم ولل 18 حفيد. جوزيف وسوزي الحلبي جسدوا إيمانهم وانتمائهم إلى الجذور المارونية من خلال تجسيد حوالي 7 تماثيل روحية لعدد من القديسين بالكنيسة المارونية يلي نفذهم الفنان اللبناني الشمال الأصل نايف علوان، وترجم بصمات وحياة البطريرك الدويهي بالتمثال يلي اليوم مجتمعين كلنا تحت سقف الصرح البطريركي لحتى نحتفل بهذا اليوم التاريخي يلي كلنا ناطرينه من زمن، ونرجع نعكس صورة أبناء وطننا مقيمين ومغتربين يلي دايماً لبنان محفور بقلبهم، فكيف جوزيف وسوزي الحلبي يلي حفروا أيضاً بأحفادهم وأولادهم روحانية كنيستنا المارونية لحتى يعلنوا إنه الرب حاضر دايماً، ودايماً هذا التمثال رح يكون منارة علم وقداسة. رح نبدأ هلأ مع كلمة صاحب السيادة سيادة المطران جوزيف النفاع لحتى يلقي كلمة المؤسسة مؤسسة البطريرك الدويهي بهذه المناسبة، مناسبة إزاحة الستار عن تمثال البطريرك الدويهي في بكركي. باسمي وباسم الرعية التي ولد فيها الطوباوي الجديد إهدن صغرتا، وباسم مؤسسة البطريرك إصفان الدويهي، نشكر أولا صاحب الغبطة ونشكر أصحاب السيادة ولباء الأجلة، كما نشكر المغترب جوزيف الحلبي وزوجته سوزي على تقديمهم هذا العمل الفني الرائع الذي يعبر عن الدويهي المفكر والمؤرخ والكاتب والموجه، كما نشكر النحات نايف علوان على عمله المتميز كما دائما النابع من إيمانه الكبير.
وشكراً لوسائل الإعلام التي هي صلة الوصل بيننا ومع كل شعبنا الذي يفرح بهذا التطويب، تطويب البطرك إصطفان دويه الإهديني. أخيراً طبعاً كلنا سوا منتظرين اليوم المميز باثنين آب تحت جبة سيدنا البطرك، تحت بركة طوباوينا الجديد، نكون كلنا سوا عم نحتفل بهالنهار التاريخي مع سيدنا ومع كل أبناء لبنان يلي بيحبون. ناطرينكم باثنين وبثلاثة آب بإهدين. الله يبارك الجميع وبركتك سيدنا، توفقنا دائما. من 22 سنة بقي هالتمثال موجود بالمخزن عند سوزي وجوزيف الحلبي، مخزن بيتهم وهن بأمريكا. من 40 سنة لليوم هيدا الحلم اليوم تجسد. تعرقلت أمور كتيرة، يعني كان مندور هالتمثال لحتى يكون بوادي النوبين وبدير سيدة النوبين، بعدين صارت الفكرة إن كان بجامعة الكاثوليك أو بجامعة الويزي، ومؤخراً طرأت الفكرة أنه يكون موضوع بكنيسة السيدة بزغرتا، إلى أنه مشيئة الرب ويمكن فرح أو طلب من البطريرك دويهي أنه يكون مكانه في الصرح البطريركي في بكركي. اليوم بعد 22 سنة طلع إلى الضوء منارة علم وقداسة. أنا وياكم رح نسمع كلمة العيلة، عائلة الحلبي، مع السيدة سوزي الحلبي يلي كلنا منعرف الغصة اللي بقلبها والفرحة بنفس الوقت لتشهد على حبها لله وانتمائها إلى الجذور المارونية، وكيف هي كأم وكامرأة مؤمنة قدرت تكون عم بتجسد من خلال هالتمثال يلي هو رغبة زوجها جوزيف الحلبي أنه يكون موجود اليوم بيناتنا علامة ومنارة حقيقية لنكون عم نتحضر لتطويب الطوباوي البطريرك إصطفان دويهي. Good afternoon, Your Excellency, Cardinals, Bishops, Priests, Families, Friends, and those who are attending today with us and through social media. I would like to first thank my parents who raised me as a Maronite, and I'd like to thank my husband Joseph and my children who held on to our religion and our faith through rich and poor times. This statue is being dedicated to our patriarch, Isfian Edwaihe El-Ehedne, with pride and our deepest wish to bring peace and sovereignty back to our most precious Lebanon. I'm good. I'm smiling. Dedication and years of commitment allowed us to create this statue to celebrate the resilience of our people of Lebanon, our country and our faith and our hope for our great-grandchildren and generations to come to see the beauty of Lebanon through the eyes of this great man and similar men like our dear Patriarch Edwaihe. There is no love greater than that of a mother to her child, that of a family to its faith, and a people to its country. May all of those far and near understand the sacrifices for centuries our country has made and we have undergone to keep strength and each other. May the cedars of Lebanon grow and keep us close to heart, because no, without these roots, we are nothing but sand in the wind. God bless Lebanon. God bless my Ehedim for its generosity, its love, and its dedication. And finally, my sincere gratitude to the person and priest who christened me at Our Lady of the Cedars of Lebanon Church, the first Maronite church in Boston, Massachusetts. His name was also Monsignor Isfian Edwaihe, God rest his soul. That same priest also administers last rites to our famous Gibran Khalil Gibran. And I quote from his famous words, بعد ما سمعنا كلمة سوزي الحلبي، كلمة عائلة جوزيف الحلبي، أنا وياكم بعد ما شفنا هالغصة أيضا يلي بقلبها لسوزي وهالفرحة يلي اليوم فرحانة إنها جامعة كل أحفادها وكل ولادها إجوا خصيصا من أمريكا ليكونوا عم بيشاركوا بهيدا الاحتفال ويكونوا عم بيعلنوا قديش البطريرك دويهي غالي على قلبهم وقديش روحانيته كانت مسار بدربهم وبدرب عائلتهم. رح نستمع هلأ لكلمة الأستاذ جوزيف الحلبي الإهدني يلي هو صاحب المبادرة ويلي هالحلم كان على قلبه من 22 سنة واليوم صار حقيقة، صار منارة علم وقداسة. رح نبقى مع كلمة أستاذ جوزيف الحلبي. هلا بدنا نبلش إهدنيا مثل ما كان البطرك الدويهي يحكي. بدنا نقول من حواضر بيتنا لم تعزم حدا على الأكل، بتقول شو في أنا بالبيت كذا. هلا نحن من حواضر بيتنا بجبل مرسركيس في إهدين. أول شيء ظهر البطرك الدويهي قال لي وين رايح اليوم؟ قلت له انا رايح على بكركي لازاحه الستار عنك انت يلي
شاءت العناية الإلهية أن يجعل بكركي على أسره. أول شيء نتوجه إلى البطرك، إلى نيافة البطرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومنشكره ومنشكر المونسينيور ستان فرنجية. قالوا نشكرك يا نيافة الكاردينال لاستقبالك هذا الكنز السمين، هذا الكنز الإهدني، والتي كانت كتاباته كالمياه المقدسة، روت أقطار الدنيا، تنمو أرزا مجيدا مارونيا. هذا الأرز التي ثماره أنبتت أو نبتت، إذا منشوف الأرز تنبت عاليا، ثمارها تنبت عاليا نحو خالق الكون، ليعيدها مطرا مقدسا إلى الأرض، تنبت منها بطاركة عظماء كأمثال بطريركنا الإهدني إصطفان الدويهي الذي أسس الرهبنة اللبنانية في إهدن، وهو كان بمثابة أب للقديسين شربل ورفقة والحردينة. لنصلي جميعا لتقديس هذا البطرك العظيم بطريركنا إصطفان الدويهي، كما إنني أشكر زوجتي وأولادي وعائلتي والفنان نايف علوان رفيق دربي لسنين طويلة، وأشكر لكم ولإذاعتكم الكريمة لنقل هذا الخبر، وأشكركم جميعا، وإن شاء الله منشوف البطرك الدويهي القديس على مذابح البطركية المارونية وعلى مذابح الكنائس المارونية في العالم أجمع، وشكرا لكم. نحن كلنا عم نعيش هالحدث العظيم تطويب البطرك إصطفان الدويهي، وكانت رغبتنا من الأساس أنه التطويب ما يكون انهار ويعبر، لبل نتحضر بمحطات متعددة لروحانية وإرث هالبطريرك العظيم. واليوم بصرح بكركي عم نعيش محطة من المحطات، إزاحة الستار عن تمثال كبير للبطرك الدويهي رح ينحط بساحة الصرح الداخلية، تكل اللي فايتين يشوفوا مين اللي هن أسلاف هالبطاركي واللي أعطوا مجد لبنان لهالصرح العظيم. وطبعا بهالتمثال عنا المحطة الأساسية من البطرك الدويهي اللي عم يكتب إن كان تاريخ الأزبني وإن كان منارة الأداس، هالبطرك يلي رغم الاضطهاد والوجع حتى ولو بالليالي المظلمة كتب وعطانا كل تاريخنا وكل تراثنا اللي عم نعيشه اليوم وعم نستثمره. شكر كبير لكل مين ساهم، لجوزيف الحلبي ولسيدنا بطرك أولا على أنه فكروا بهالمحطة العظيمة، وإن شاء الله من محطة لمحطة من روح إلى أبعد لا صوب التطويب، وألف شكر. بطرك الدويهي، تكون صريحة معكم، أنا ما بعرف عنه شيء بعد ما تجوزت. بطرك الدويهي كان بجنيني محل من الساكنين بيت حمية، وجوزي كان عنده كتير إيمان فيه، ومن ورا جوزي اتعودت على إيمانه، وقال لي نهار بدي حقق حلم وبدي أعمل له شخص، بس هالشخص بيعني له الجوزي يرجع دينت المورنة، يكون في محبة وإخلاص، ويكون في لبنان اللي هو يربي فيه. ومن ورا هالشي هذا عمل الشخص ونطر سنة ورا سنة ما يحقق حلمه، ما يحقق حلمه ينحط الشخص ونتركه على ريحته. يعني إذا أنت الشغلة بدك بيدري فيها وتتعرقل منيته ما بدي يروح، بس وقت قررني وطلب منا البتروك الروعي تنجيبه لهون منه الحالة تيسر درجة ودرجة، مجرد المخزن اللي حاطين وضبينه سنة 22 سنة مسكروا جوزي بالخفان، السماء جاءت يفتح باب المخزن الخفينات قلبه كانوا عم بيقول لك تفضل خليني اطلع وروح على بيتي بقى. وصلنا وجينا لهون وكتر خير الله، وان شاء الله يدوم مش بس على صغرتي وعهدين على لبنان، العالم كله، وكل ما يكون فيه انسان بيصلب ايده وعوجه.
أنا هلا أم لست أولاد. قسمي منيحة، ثلاث صبيان ثلاث بنات. والله رزقني 18 حفيد، تسع بنات وتسع شباب. ربنا في أكرم منا ومنجي على لبنان دائما. بنقول لهم إنه إذا الإنسان ما عنده بيت يلي فيه جذور يلي هو جاي منا، نحن بأمريكا عندنا شيء على الإنترنت بنسمي Ancestry. تنلاقي وين جذور وين جينا، بس نحن بنعرف وين جينا. هل يغر هذا؟ منجيب الأولاد تقريبا كل سنة، أنا وجوزي منجي بالقليل مرتين بالسنة طول ما نصيرين تقريبا على التقاعد، ومنحب الأولاد يشوفها ويقشعها، ما بس الكنيس، الشعب، الضيعة الصغيرة كيف بدهم يملوا المي، صحيح ما عندهم كهرباء كل الوقت وما عندهم مي كل الوقت، بس يعرفوا قيمة الضيعة والتروبيتة. وقت بينجوا مني السجر، الفواكه، العنب، كيف بيعملوا فيه العرق، ناخذهم على الطاحون ونقرجيهم كيف بيطحنوا البرغور. يعني هالشغلات كثير بيأرجيهم البيسكس اللي كانوا موجودين من جدودهم وجد جدهم. يعني حلو كثير للولد يعرف انه انا في عندي شيء ضروري اتعلمه، مش بس بالكتاب، بالحقيقه. سن الحلبي مواليد اهدين. نحن ريبيين بمنطقه اسمها العباره، وين ترعرع البترك الدويهي، وين هو كتب تاريخ المورنة، وأكيد نحن منتسبين لعائلته بالمارونية تبعه، وحبيناه للبترك الدويهي من 65 سنة. أنا عمري 68-69 سنة، وهلأ نحن عاملين عدة تماثيل، ومنها تمثيل البترك الدويهي كان منه أنه ينزل على بكركة، ينزل على وادي أنه بوسط طائرة الهليكوبتر وندر لاستعادة لبنان سيادته واستقلاله وقراره الحر. ولو 22 سنة ما نزل لتحت، على أساس أنه إن شاء الله يا رب بالمدة الزمنية القريبة بيرجع بيستعيد لبنان عافيته. وعملنا هالتمثيل هيدا تنحطوا على العبارة بمنطقة اسمها الكبرى، حد مربط روس، كتب تاريخ المورني تحت جوستين. وهلا هالتمثيل هيدا بيرمز لأنه قعد كيف كان ما يدون تاريخ المورني، قدموا في عدة كتب، تاريخ الأزمني، منارة الأقداس، وتاريخ المورني. وهلأ اللي بحببنا فيه هو أنه إجا أحد أنسبائنا من حلب، هو جبرائيل حوى الحلبي الأهدنية اللي هو أصله من أهدن، من عائلة حوى، ولحقوا الكراعلي والبتن وفرحات بعد ما البترك الدويهي كان زورن لمرتين، وبالأخص وقت كان بترك، واجوا واسسوا الرهبني في مرموره في اهدن، ودعيت بهذه الرهبني بالرهبني الحلبي المارونية، وانقسمت هذه الرهبني الى قسمين. وان هذه الرهبني جعلت منا انه تثبيت، مثل ما البترك الدويهي كتب بالتاريخ بالحبر وبروحه المارونية، نحن حبينا انه اذا الله اعطونا نكتبه بالحجر. وهلا عم نكتب هذا، عنا عده تماثيل تبرز هالشيء، وعاملين تمثال لنرجع منكرر انه عاملين تمثيل لجبرائيل حوى الحلبي الاهدني والكراعلي والفرحات والبتن اللي اسسوا الرهبني. عنا اذا الله رد بثلاثه بالساعه 5 ازاحه الستار عن هذا التمثال يلي حيزيح الستار نيافه الكاردينال البطريرك مار شارة بطرس الراعي والمسؤول عن تطويب القديسين، احد رجال روما، سيزاح الستار عنه نهار 3 الشهر بعد الظهر الساعة 5:30. والله يثبت لنا البترك الدويهي ويصير قديس، لأنه نعمل هذا التمثال 22 سنة بعد ما صار مكرم وأصبح طوباوي اليوم، وإن شاء الله بوجوده هون بقصره ببكركة عرين الموارنة فينا نقوله لحنا، أنه يصير قديس ويطلع التمثال هذا يثبت حاله قديس البترك الدويهي. إن شاء الله بيكون التمثال دعمي من دعائم السيادة والحرية والاستقلال التي كان يتمثل فيها البترك الدويهي، لأنه نحن الموارنة بنرجع من عيد ونكرر منقول إن الموارنة ولبنان توأمان لا ينفصلان. إن شاء الله يا رب بتضل هالذخيرة المارونية موجودة ببكركة، وبنطلب من المغتربين كلهم يرجعوا يستثمروا بلبنان ويرجعوا يشدوا لي همتهم ويتكاتروا بلبنان، الكان ماديا والكان عائليا والكان معنويا ومن كل النواحي. وان شاء الله يا رب لا تفزع ولا تخوفوا، لانه لبنان راجع اذا الله رد لازدهاره القديم، لانه اللي تعبوا فيه هني محقين، وان شاء الله يا رب بتتحقق هالامنيه هيدا. وبنطلب منكم زوروا النوبين وشوفوا الحفافي الموجوده، كيف جدودنا كانوا عايشين هوني، كيف كانوا يزرعوا البندوره ويزرعوا التين
ويزرعوا اللوبيا. عم نحكي معنا باللغة اللي انتم بتفهموا عليها تيقدروا يقدروا يعيشوا ويقدروا يكملوا رسالتهم يلي كتب لنا اياها البطريرك إصفين الدويهي الاهدنة. ان شاء الله يا رب يصير قديس ويكرم على مذابح الموارني بالعالم كله سوا، وخاصة بإهدين يلي نحن منحبه أكيد مرورا بحتشيد وبشري وأنوبين وزحلي وبكفية وكل هالأمور هيدي، لأنه نحن كليتنا جبلي واحدة. إن شاء الله يا رب بيجمعنا هالتمثيل كلنا سوا ونرجع نتحد بمارونيتنا اللي الفريدة من نوعها. الله يرحمه مرمرون ويطول عمر حياة البترك الدويهي اللاهوتي اللي كتبه، يعني نلحق الكتب تبعه ويثبتوا قديس. وشكرا لكم. البطريرك الدويهي عرف بمحبته لكنيسته بتأسيسه، يعني هيك بيسموه مؤسس من بطارك المؤسسين للكنيسة المارونية. هالتمثيل اللي لحن ينوضع هون بإذن بلفتة طيبة من صاحب الغبطة مشار الراعي، لأنه بيعرف التاريخ وبيعرف بيقدر البطريرك الدويهي. فهل عم بيكتب تاريخ الأزميني، عم بيكتب تاريخ مناط الأقداس، عم بيكتب تاريخ الملة المارونية، هو اللي جمع كل هالتواريخ القديمة ونسقها ورتبها. دويهي اليوم بيقلنا وبيقول لكل حدا عم يسمع وكل إنسان له رجاء نرجع للأصول، نرجع للجذور، نرجع نتعلق بكنيستنا بجماعة يسوع المسيح. هذا مثل هون، مشان هيك هالاحتفال مبلش اليوم، احتفالات الدويهي مبلشة بهالصراحة، ومثل ما بيقولوا بكركي ننطلق منها وبنرجع لها، لأنه فيها السيد البطريرك، هو علامة وحدتنا، هو اللي بيمثل هالجذور هالأمة، جذور هالكنيسة هالشعب، هو خليفة بطرس. هيك المسيح أراد كنيسته، ونحن ما فينا نكون إلا مثل ما بيقول يسوع ومثل ما بيريد يسوع. جوزيف الحلبي وعائلته معروفين بتمسكهم بجذورهم المارونية، وهذا الشيء ساعد وجود الكنيسة منتشرة، كنيسة يعني الكهنة رفقوا شعبنا لما غادروا هالبلاد، الكهنة رفقوا ومطارين تأسست أرشيات برا، يعني احنا انتشرنا مثل ما انتشروا المسيحيين الأول من أورشليم بالاضطهاد وبالظلم، كمان كنيستنا المارونية انتشرت بسبب الحروب هون، وكان سبب ننتشر بأستراليا بأمريكا بكل بلدان العالم. والبطريرك الدويهي كان معروف بحبه للانتشار، يعني البطريرك الدويهي كان بحلب، راح مرتين على حلب، في مرة قعد 6 سنين، تاني مرة قعد 5 6 سنين تقريبا، والمرة التانية راح على كان أسقف على قبرص. أكيد لو كان هون البطريرك الدويهي اليوم بهالعصر كمان مثل السيد البطاركي اليوم أصحاب الغبطة والمطارين، كان أكيد لحق المورني وين ما كانوا لحقهم يوصلن كلمة الله، يوصلن الطقوس اللي بتعبر عن جدودنا القديسين وعن ابائنا السريان اللي بالفعل نشأوا الكنيسة صعبة. نحن اليوم عايشين بألف نعمة، هن حافظوا على تراثهم، حافظوا على محبتهم ليسوع، وعلى الليتورجية هي شو؟ هي تعبير عن الإيمان ليتورجية، وهذا اللي عمله الدويهي. أول شيء بدنا نشكر ربنا على النعمة اللي أعطانا إياها، إنه بهالزمن الصعب كتير عم نطوب قديسين، وهيدا شيء منه غريب عنا وعن لبنان. يعني بتعرفي قديش كل سنتين ثلاثة من دق أبواب روما بقديس، بقى هيدا المنحوتة هي مميزة كتير. ليش؟ لأنه هيدا منقول قديم جديد، لأنه نعمل من 22 سنة كان عمل بطلب من المغترب جوزيف الحلبي، لأنه كان عنده أمنية أنه يكون هالعمل بيندره لسيادة وحرية واستقلال لبنان. العمل نعمل من 22 سنة من رخام الكاريرا، أنا جسدته كانوا كلهم يعملوا بتعرفي التمثال واقف أو بوضعية مش عم تعمل شيء. انه انا كان عندي البطرك الدويهي انه من اهم رجالات لبنان، من اهم اللي مرقوا بلبنان، هو اللي جسد لنا تاريخنا، اللي اعطانا، اللي كتب تاريخ الازمني، تاريخ الموارنة، اصل الموارنه. انه نعمل هيك ما ممكن ينعمل تمثال بس هيك واقف وما وتشوفي بس وجهه، بقى حطيناه قاعد عم بيقرخ، الصفه المضبوطه تبعه لانه كان علامي مؤرخ، يعني كل الصفات اللي لازم يكونوا بتاريخ الكتب اللي عملنا اياها، بتعرفي صحح الليتورجيا اللي عمله كل هالاشياء، ما ممكن الا يكون بهالوضعيه هيدا. وهذا اللي شفته من 22 سنه اذا بدك، ويمكن اكثر كنت شايفه، بس اجى هالحلم انه نحققه بهالوضعيه هيدي، تيكون هالقد معبر
وشفتي هلا بيشوفوا كل المشاهدين نظرته كيف القعده اللي قاعد فيها، كيف قاعد عم بيفكر، يمكن مش بس بالماضي اللي كتبه، يمكن يفكر بالحاضر والمستقبل اللي جاي علينا. تجسدنا هيك عمل فني بهالمواصفات هيدي، وكان من الممكن انه يكون باي محل. بلشنا فيه ببكركي على اساس بانوبين، تعرقلت الامور، رجع الانديو الكاسليك، كل المحلات اللي كنا بدنا نحطها تتعرقل. كانت اجت الصدفه يمكن، او يمكن البطرك الدويهي بزيته كان حاجز للمحل تيرجع هو للكرسي، الكرسي بكركي، كرسي البطريركي اللي قعدوا فيها أسلافه واللي قعدوا فيها بعد منه. منشين هيك اليوم رح يكون بالتطويب البطرك الدويهي بالوضعية اللي بتشوفوها. البطريرك الطوباوي أصفين الدويهي اللي كان متواضع إن كان بملبسه بمأكله، متقشف بعامل الفلاحين مثل ما بعامل الأمراء والأعيان، وصفه إلى درجة أحد سفراء فرنسا لدى الباب العالي بأنه على مثال أسلافه لا مظاهر آبها، فالفضيلة زينتهم وعصيهم من خشب. رغم تسامحه كان اليوم وما زال منارة لحتى يكون عم بيشكل علامة فارقة بكنيستنا المارونية. واليوم هذا التمثال مش لأنه نحن عبدة أوفان ولا لأنه منكرم الحجر، ولكن لحتى دايما نتذكر فضائل الدسين مرقوا وطوبويين مرقوا بهالدنيا ومشيوا على خطى الرب يسوع المسيح لحتى يعلمونا كيف نحن وياهم نمشي الدرب صوب السماء. بالختام، ختام إزاحة الستار عن تمثال البطريرك الطوباوي أصفين الدويهي في الصرح البطريركي، شكرا لغبطة أبينا البطريرك الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، شكرا لكل الأساقفة والكهنة المشاركين معنا اليوم، شكرا لعائلة جوزيف وسوزي الحلبي، شكرا لمؤسسة البطريرك الدويهي، وأيضا للنحات نايف علوان يلي ترك بصمات ومآثر حلوة وغنية من الرخام، رخام الكاريرا يلي عم نشوفه، هاللوحة الفنية الرائعة يلي مش لحتى نعبد الأوثان ولا لحتى نكرم الحجر، وإنما لحتى نتذكر نحن وياكن عبر هذا التمثال، عبر هذه المجسدة الفنية، إنه الرب يسوع دايما بيزرع بيناتنا الدسين وطوبويين لحتى يدلنا على طريقه، ونحن من خلالهم نوصل إلى درب السماء وتكون دربنا دايما طلوع. شكرا لكم، على أمل دايما اللقاء نحن وياكم يوم التطويب 2 آب بالصرح البطريركي ببكركي، ويوم 3 آب في رعية إهدن في الشمال لحتى نكون عم نقدس سوا. ونشكر الرب أيضا يوم الأحد 4 آب بالصرح البطريركي الصيفي في الديمان. إلى اللقاء.